ديم وينك؟ لا 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 كذا ما يصلح ديم. لا ها احنا قلنا واحدة وشوف ايش انت اخذتي كم انت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ها؟ لا 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 ها؟ يلا نروح اقول بابا شوف في تنور هنا والله حلو تنور هنا بالليل بس لا لا كلنا واجد لا احنا قلنا ناخذ خلاص ناخذ ثنتين بس ثنتين بس لا ها؟ لا واجد نو دي ما يصلح كذا طبعا انا موجود في محل حزم طبعا هذا مستودع اسمه شركة حسم حسم صراحة عندهم العاب اشكال وانواع على العاب اللي خطر ببالك من ناحية الاسعار يعني اقول لكم قريب لاسعار الجملة ما شاء الله سياكة كل شيء يعني وش اقول لكم اللي يبي العاب موجود طبعا بالرياض بالسلي هو على طريق طلحة موجود بجوجل ماب تقدر تطلع اكتب بس شركة حسم للالعاب يطلعون لك ديم قلنا لك ثنتين بس تاخذين الهديتين ايش تاخذين ذولا جيبين جيبين شوف كنت مسافر كثير أيوة. لازم اشتري كثير العاب لا 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 وانا ابوك ايش دخل السفره الكثير جيبي شوف بابا ها امسك هذه بتشيلني بعد بسرعه يلا نجي ها يلا نشتري نشتري لا خلاص شرينا والحين خلاص برجعنا الحين ها شو شو احنا قلنا ثنتين خلاص اختاري ثنتين ها يلا اطلع اطلع عشان نسافر كثير يعني يلا كل مسببي اقول لا 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 ديم لا 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 ديم ديم كذا ما يصلح لا خلاص اختاري ثلاث 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 وين انت ها ايه هي وين 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 انت وين ها ايوه تراهم انا بديت في الظهر بسرعه خليني بينكسر ظهري واخرتها ما عسى الحين وش اسوي بس انا الحين بسرعه بس وش تاخذين ذول وانت تروحين تبيعين انت خذي لك لعبتين لعبتين ما يخالف ما ابي ها ما ابي لعبتين وش تبغين فيهن واجد ذول وانا ابوس ما يصلح سافرت واجد ولا العب واجد اي لا ما له علاقه ذي ولو سافرت واجد ولا شوي لعبه واحده هي ولا ثنتين هديه بس لأنك سافرت واحد وش تبين بعد وش تشوفين لا لازم اطلعك من المحل لا 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 هذا وش هذا احط لها فلوسي لازم نشوف لها حل البنت الوضع كذا ما يصلح سافرت كثير ولا سافرت كثير وش تبين تقويم مني يعني يلا يلا انشلتيهم كلهم لك يلا كل والله يلا شوف انشلتيهم كلهم مره واحده وخلاص لك يلا يلا شوف كيف انشلتيهم خلاص خذيها يلا اللي تشيلينه خذيه خلاص صدق يلا يلا خلاص شيليهم طيب يلا مشينا خلاص شيليهم متاكد بابا متاكدي يلا والله انا ما مساعدك صراحه انت تشيلين مهم نفسك طيب لو شلتهم شلتيهم لك خلاص يلا صدق والله يلا تراك حلفت خلاص حلفت يلا خلاص لا لا يلا روحي وديهم وديهم روحي يلا وديهم الكاشير يلا تعال روحي يلا روحي الكاشير من هنا من هنا روحي يلا تعال
روحي كيف خلاص انت يلا روحي يلا روحي نحاسب يلا امشي خالف روحي انطح وحدك خلاص روحي يلا امشي عاد فيت وش فيت ها خلاص خذي ثنتين طيب خلاص خليهم لا خليهم لا خليهم لا خلاص لا 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 كيف انت يبا دقيقة سكري زرارك اللي من هنا شو سكري هذا الزرار سكري يلا هنا يبا هذا التحدي بس هو تحدي انت اللي تقولي انا بشتري قلت كيف سهل اقدر عندي فكرة يعني احط هذه هنا بس شوفي شوفي تدرين هذول كم حقات سفرة سفرة سفرتين ثلاث اربع خمس ست سفرات أنا يعني كل ما سافرت ما أجيب خلاص شريتين أنت مرة واحدة ها يلا يلا إيش تسوينها أقول لك خليها هذه ما تبغين هذه ما تبغين خليها ها أنت إيش تبغين مني طيب إحنا قلنا لعبتين خلاص خذي لعبتين وخلاص ها هو الحل مات كلهم عادي شلون؟ عادي يعني لو اشتريتهم خلاص اشتريهم كلهم يلا شيليهم مرة واحدة اللي يبا اللي تقدرين تشيلينها حاسبة ما يخالف يلا ديم اللي تقدرين تشيليني شيليه يلا ما يخالف خلاص ولو ايش رايك تاخذين سيكل بلاش من الخرابيط ذولي كله خذي سيكل ما ابي ها؟ ما ابي ها؟ طيب وش وش المطلوب مني انا؟ مطلوب انك تشتريني وهاي بابا قلت لي فكره، ايش رايي لو انا شفت كل هذول الالعاب؟ فهمت؟ خلاص يكفي اللي معك يكفي اللي معك خليهم الثانيين لا 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 تبينهم؟ يلا خذي شيليهم كيف شيليهم؟ يلا شيليهم يلا انا اقول خليها هذه ترى تبي تدهورك ذي يلا ها؟ لا. يلا هشوف اذا شلتيهم بدي على طول لو شلتهم اشتري يلا يلا روحي 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 انا قال حاسب قول يلا همشي شوف امشي يلا كيف تمشي اي شيء تبغي تشيلينه خذيه يلا كيف لا توهقت ها ديم وش فيه بعد؟ يلا ما يخالف تقدرين تشيلينها خذيها، تقدرين تاخذينها خذيها، هذا احسن حل والله. لو والله لو اعطيتها المجال والله بعربية والله انت. يلا. ها؟ في شيء ثاني تبغينه؟ ها؟ ها؟ طبعا ما شاء الله محل كبير. وفي اخر المحل في قسم للجوالات والشواحن ولل يستحق الزياره صراحه المحل اللي يبي يلعب اطفال لا